خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق تنازل عن العرش لابنه الملك فيليبي واختار العيش خارج البلاد في المنفى. ربما تتذكر أن أميراً أو ملكاً قد تخلى يوماً ما عن العرش من أجل الحب، لكن هذه المرة تخلى ملك إسبانيا عن العرش لأجل مصلحة البلاد بعد المطالبة بإقالته. إنه ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس. ولد في روما في الخامس من يناير سنة 1938، وهو حفيد ألفونسو الثالث عشر ملك إسبانيا، ووالده هو خوان كونت بارسلونا، وهو سليل آل بوربون العائلة الحاكمة لمملكة إسبانيا حالياً. وتنحدر عائلة بوربون من عائلة آل بوربون، وأصولها تعود إلى الملك فيليب الخامس ملك إسبانيا. وتعيش العائلة المالكة في قصر لازارزويلا في مدريد، على الرغم من أن مقر إقامتهم الرسمي هو القصر الملكي في مدريد. تزوج خوان كارلوس بالأميرة صوفيا بنت الملك باول الأول ملك اليونان الكبيرة في عام 1962. خوان كارلوس وصوفيا رزقا بالأميرة إيلينا والأميرة كريستينا وفيليبي ملك إسبانيا الحالي. في 22 من نوفمبر عام 1975 نصب خوان ملكاً على عرش إسبانيا بعد موت الجنرال فرانسيسكو فرانكو حاكم إسبانيا، وكان ذلك في عام 2007. وتصدر خوان كارلوس الاستفتاء الإسباني التاريخي المسمى الإسبانيول دي لا إستوري، الذي أجرته قناة أنتينا الإسبانية لاختيار أعظم شخصية إسبانية في التاريخ. في اليوم الثاني من يونيو عام 2014 أعلن كارلوس عن تنازله عن العرش لصالح ابنه الملك فيليبي، مع احتفاظ خوان كارلوس وزوجته بألقابهما. وفي العام الماضي كشف ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس عن نيته مغادرة إسبانيا والتوجه للعيش في المنفى، وذلك بعد تحقيقات التي أفادت بتورطه في شبهات فساد، حيث أبلغ ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس نجله الملك فيليب السادس عن نيته المغادرة، وقد وافق الأخير على قرار والده. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.